بصوا بقى عشان مش هتكلم في الموضوع ده تاني. موضوع الفيديو ده اعتبره انتهى. الفيديو اتعمل له ريبورت من اكونتات كتيره جدا وكلها تبعي طبعا. وكم مكالمه تليفون لكم واحد من بتوع الاخبار اللي اشتغلوا على الموقع المره اللي فاتت، خلاص قالوا لي اعتبر الموضوع انتهى. بس هنفترض ان الموضوع ده ما انتهاش. ايه؟ مش شايفين ان الموضوع ده اتفه من ان احنا نقعد فيه كل شويه ونتكلم في نفس الموضوع ده تاني؟ الراجل بيتكلم صح. طبعا مش فارق معاك. انت لو وشك كان منور في الفيديو زينا كده ما كانش ده بقى كلامك. ايه يا عم في ايه؟ انت عندك زين واخد نص الفيديو لوحده، عمل ايه يعني؟ ما هو قاعد عندك في الساحل بيبلبط هناك ولا بيسال في اي حد فينا. يا ابني انت بتفهم؟ انا بقول لك فكك من زين، انا شغلي بيبوظ. ما خلاص يا حماد في ايه؟ قلت لك هيتشال يا اخي، هغنيها لك. اسمع يا حماد، موضوع الفيديو ده ما بيثبتش اي حاجه على اي حد فينا. زيه زي اي ترند، الفيديو يطلع وينتشر وكله يقعد يشيره هنا وهنا وهنا، وبعد كده الموضوع يبوش ويطلع مكانه. ولا ايه؟ ولا ايه؟ تخليك معانا شويه منزلاوي. انا رايي يا جدعان نطلع يومين عند زين الساحل نشد الفيشه لحد ما الناس تنسى الفيديو ده. اسمعوا الكلام مني. فرح، كريم حصل له حاجه؟ هي نامت؟ دخلت في اوضتها يجي من ساعتين، باين عليها مهدوده. دخلت لها برتقان، لقيتها ما كلتش الا يا دوبك لقمتين من الاكل. قول لي يا كمال، مش هتحكي لي حكايه البت دي؟